السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في اون نوفيل فيديو. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح. توحشتكم بزاف، على بالي هذه صافي لونطون ما درت لكمش فيديو في القناه نتاعي. لا غالب كانوا عندي ظروف. بون اليوم جيتكم بون نوفيل فيديو، ماشي كيما العاده. اليوم مانيش راح ندير معكم وصفه ولكن اليوم راح نشارك معكم كواليس الدوره التعليميه اللي كنت ديجا درتها، يعني الويكند هذا اللي فات. بالنسبه للدوره درتها في يومين، درتها جمعه والسبت. الدوره هذه خصصتها للمملحات كما راكم تشوفوا. هذا اليوم الاول رحت اللوكال، لقيتو يعني الحق ما شاء الله مسيق واجد، يعني غير حطيت الدوزان تاعي استفتهم. وهنايا كان اليوم الاول من الدوره، يعني الغدوه من ذاك جاو البنات فهمنا واش راح نديرو في النهار الاول من الدوره، وبداو بسم الله على بركه الله في الخدمه تاعهم. بون بالنسبه للمنيو واش كنا يعني مقررين نديرو، هنايا درنا لاباط فيتي، بدينا بها هي الاولى. علاش؟ بيسك لاباط فيتي تدي الوقت، يعني ولازم نمدوا لها الوقت يعني باش يفهموها، باش يحفظوا لي تو غي تو. دونك كل وحده كانت عجنه لاباط فيتي تاعها، خدمت لهم انا اون بات وهما من بعد كل وحده طبقت لاباط فيتي تاعها. دونك وريت لهم انا طريقه وهما كل وحده عاودت خدمت يعني نفس الخدمه اللي خدمتها انا، وجابوها يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه وحده من المتربيسات اللي كانوا شاركوا في الدوره، راهي تعجن في العجينه تاعها وراح تخليها ترتاح. فوالا هنايا جابت البابي فيلم، راني نعاون فيها هنايا، وراهي يعني تغلف فيها باش هكذا لاباط فيتي تاعنا ما يضربهاش الهواء وميم طون ترتاح. دونك هنا انا راني فاهم فيهم كيفاش يخدموا يعني بالميزان. دونك شحال من وحده يغلطوا كي يجوا يعني يوزنوا في الميزان، يحسبوا هذاك الطبسي ولا الحاجه اللي يوزنوا فيها. فهمتهم كيفاش يستعملوا الميزان كيما راكم تشوفوا. الوغ بعد ما خلات العجينه تاعها ترتاح، هنا راني فاهم فيهم يعني المرحله الثانيه كيفاش رايحه تكون. دونك هنا نفهم فيهم بيسك من بعد هما كل وحده رايحه يعني تعود نفس الخدمه اللي خدمتها معاهم. كما راكم تشوفوا هنا البنات راهم بداو في التطبيق تاعهم. هنايا كل وحده يعني وجدوا لي زانغريديون قدامهم، درت لهم لي كايد غوسات كما راكم تشوفوا باش نظمت روحي ويعني وربحنا الوقت. خير من اللي يجوا يبقاو يكتبوا بالورقه وستيلو، يقدروا يكتبوا يعني كاش ملاحظه ولا يزيدوها، بصح يعني المقادير كتبت لهم في الكايي هكذا باه نربحوا الوقت. هنايا كما راكم تشوفوا راهم يقراو في المقادير ويطبقوا كيما راكم تشوفوا، يعني فريق متجانس راهم متفاهمين مع بعضهم، وحده تمد لوحده كيما راكم تشوفوا، يعني متفاهمين منسجمين ما شاء الله عليهم كيما راكم تشوفوا. فوالا كيما شفتوا معايا البنات، كانت كل وحده تلم العجينه تاعها وتعجنها في البيتخان، ومن بعد يزيدوا يعجنوها شويه فوق لو بلون دو طرافاي كيما راكم تشوفوا. راني نعت لهم حتى كيفاش يعجنوا، سما كاينه الموافقه تعجن يعني بصبعتيها نقول لها نو عجني بالكف تاع يدك. هنا راني نوري لهم في لا كونسيستانس تاع لاباط تاع لاباط فيتي تاعنا. فوالا هنا راهي تحل فيها، يعني تلميذه راهي تحل في العجينه، ومن بعد نعت لهم كيفاش ميم يرابي والزبده، بيسك ميم كي ترابي الزبده لازم تعرفي الطريقه الصحيحه. هنا درت لهم يعني كيما راكم تشوفوا هكذا ان تري باه ما يفوتوش هذاك التري، يعني الزبده ما تخرج لهمش في لي كوتي. حاولت نمد لهم يعني كامل اسرار يعني العجينه المورقه هكذا باه ما يغلطوش فيها باش تنجح لهم، خاطر يعني يغلطوا في اي حاجه قادره تروح لهم كامل العجينه تاعهم. كيما راكم تشوفوا هنايا نفهم فيهم يعني كيفاش يطويو هاد العجينه،
هنايا راهي تلميذة راهي تطوي فيها، هنا قلت لها نو عاودي زيدي نقصي منها شوية فوالا باه تجيك يعني سوا سوا كي تروليها فوالا. كما راكم تشوفوا هنايا البنات راني نحل في العجينه تاعي، قلت لهم عاونوها بشويه تاع الفرينه فوالا وبالرولو نحلوا العجينه تاعنا. هنا فهمتهم يعني بالتدقيق مراحل يعني كيفاش يطويو العجينه تاعهم. كما راكم تشوفوا نحلوا العجينه تاعنا على شكل مستطيل بهذه الطريقه. كما كنتو تشوفوا معايا يعني ما صورتش كامل مراحل يعني تاع لاباط فويتي، هكذا باه لا فيديو ما يجينيش طويل. كما راكم تشوفوا لاباط فويتي تاعنا كيفاه جات موقعه الله يبارك عليها، نورمالمون راهي بانت لكم مليح يعني في الصوره. هنايا راني نعطيت لهم كيفاش مام يحتفظوا بها، نعطيت لهم طريقه كيفاش يحتفظوا بها، كيفاش يغلفوا العجينه تاعهم. لازم يغلفوها مليح بالبابي فيلم هكذا باش ما يضربهاش الهواء، باش ما تزرقش، وباش ما يعني ما تزنجرش كيما نقولوا. هنايا يعني راهم بداو كل وحده بدات تدير بنفس الطريقه كيما فهمتهم انايا فوالا. دونك بعد ما كملوا البنات العجينه المورقه تاعهم غلفوها وخباوها يعني في الكونجيلاتور، جينا نحضروا هنايا لاباط بريزي. كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقه وجدوا لي زانغريديون تاعهم، بداو يعجنوا في العجينه تاعهم. كيما راكم تشوفوا كل وحده راهي تعجن في الغيسيبيون تاعها، ما شاء الله عليهم. راني يعني راني نحضر وراني فرحانه، راني نتفرج في الخدمه تاعهم وراني فرحانه بهم، ما شاء الله عليكم البنات. دونك هنا كل وحده راهي تلم في العجينه تاعها كيما راكم تشوفوا، هذه راهي لمت العجينه تاعها يعني كامل، جابوها بنفس لا كونسيستانس اللي كنت نحوس انا عليه.
كيما راكم تشوفوا يعني لاباط بريزي ما لازمش تكون مطلوقه بزاف وماشي تكون يابسه. هنايا شكلوهم دي باركات ودي كيش وخلوهم يطيبوا. هنايا بدينا يعني بعد ما كملنا لاباط فوتي وكملنا لاباط بريزي وشكلنا لي كيش لي باركات بدينا نوجدو يعني في اللحم والدجاج تاع غدوه من داك. يعني غدوه من داك زدنا باش درنا شاورما الهمبرغر ولي بولات تاع الدجاج. ثم اليوم درت لهم تحضير الغدوه باش غدوه من داك نلقاهم واجدين. هنا كيما راكم تشوفوا عندي كميه تاع فيونداشي كميه تاع بولياشي وعندي دي زيسكالوب قصيناهم كيما راكم تشوفوا يعني هكذا بالطول. هنايا راني نملي عليهم في المقادير كيما راكم تشوفوا درت لهم كلش على ضربه وفهمتها لهم يعني بكل دقه كيما راكم تشوفوا معايا. هنايا راهم يقطعوا في الفخوماج كيما راكم تشوفوا هكذا مكعبات ويعني قسموا رواحهم نص راهو يخدم في لي بولات تاع الدجاج ويفخسيوهم بالفخوماج ويلوطوهم كيما راكم تشوفوا في الفارينه والبيض ولا شابلور وال يعني النص الاخر هنايا راني نعتلهم كيفاش يخدموا لي بولات تاعهم يجيبوهم شكل دائري كيما راكم تشوفوا يعني على شكل كره. حطيتها لهم في البيض ومن بعد نفوتوها يعني عفوا نحطوها في الفارينه ومن بعد البيض ومن بعد نفوتها في لا شابلور وراهم يطبقوا هما ثاني بنفس الطريقه. هنايا سي بون ما بقاش لي كيش كانوا طابوا خرجناهم. هنايا اللحم والدجاج تاع غدوه كنا وجدناها سي بون راهي واجده كيما قلت لكم الفريق متجانس الله يبارك عليكم ما شاء الله. فوالا هذا هو النهار تاع اليوم شوفوا البنات واش درنا فيه. هنايا الدجاج تاع الشاورما والتاكوس كنا تبناه وجدناه هادو لي بولات تاع الدجاج. هنايا لاباط فيتي اللي كانت كل متربصه خدمت العجينه المورقه تاعها. هنا وجدنا اللحم تاع الهمبرغر وليكيش اللي كانوا طابو وخليناهم يبردوا. وفي الاخير كنا نوجدوا في الغداء كيما راكم تشوفوا. هنا ماما طيبتنا الغداء دارت لنا شخشوخ الضفر. نقول لك ماما يعطيك الصحه ويكثر الف خيرك جات بزاف بنينه. الله يكون عجبكم لا فيديو تاعنا اليوم. تلاقاو في الجزء الثاني من نفس الفيديو ان شاء الله. سلام.